بما ان الحلقه النهارده كلها عن التكنولوجيا فهنتكلم النهارده عن اجيال مصر الرقميه، ودي مبادره تعليم الرقمنه مجانا من غير فلوس. بيقدر الشاب او الاشبال او الاكبر من كده بيقدر يستفيد، وتبقى دي صنعته، تبقى دي شغلته، يبقى يقدر يكون يجيب منها مكسب. بس ده عكس انك تمسك كاميرا وعمال يهرت طول اليوم عشان يجيب ناس يعني يقول اي حاجه وخلاص والفاظ خارجه والكلام ده كله. احنا بنتعلم التكنولوجيا، بنتعلم الرقمنه، وفي وقت من الاوقات اللي مش هيبقى ماشي في الخط ده هيبقى خسران كتير. تعالوا نتكلم اكتر ونفهم اكتر، وخاصه ان احنا داخلين على فتره الصيف، وده وقت جميل جدا ان احنا ولادنا يتعلموا الرقمنه. مشرفنا يكون معانا الباشمهندس رومان رزق الله، استشاري الذكاء الصناعي والتحول الرقمي والحوكمه. اهلا بحضرتك. اهلا بيكم. نورنا. اهلا بيكم. متشرف. أهلا متشرف دايما. عايزة ابتدي مع حضرتك بأجيال مصر الرقمية أو المبادرة دي، وإحنا بنسمع عنها كتير وهتفيد أجيال جديدة، وفي يمكن أطفال كمان حتى موهوبين، يعني الأهل بيفضلوا مستنين مبادرة زي دي. طب ما نودي ولادنا إزاي، نعمل إيه؟ عبارة عن إيه المبادرة دي؟ المبادرة دي هي أربع حاجات. أول حاجة براعم مصر الرقمية. براعم دول من رابعة ابتدائي لستة ابتدائي، ثلاث مراحل، رابعة وخمسة وستة، وبعد كده أشبال مصر الرقمية من أولى إعدادي لغاية تانية ثانوي. وبعد كده دي حاجة لسه السنة اللي فاتت بدت، رواد مصر الرقمية، دول الخريجين، خريجين الجامعة كمان. يعني هي الجميل في الموضوع أنه بقى فيه تكامل بصراحة. فالرواد دول اللي هم بقى بعد الجامعة، وكان أصلاً الموضوع بدأ ببناة مصر رقمية، يعني دول الثلاث مراحل. وبناة مصر رقمية، بناة مصر رقمية دي بدت في سبتمبر 2020 بتوجه رئاسي، وكانت بتشتغل على الكليات المتخصصة، على هندسة وفنون تطبيقية وحاجات زي كده، وكانت بتشترط على اللي يخش بناة مصر رقمية انه يبقى جايب جيد جدا او امتياز. فكان فيها نوع من الليميتيشن، يعني لانه خلينا نقول انه زي ما حضراتكم بتقولوا انه التكنولوجي دلوقتي، وزي ما احنا شايفين الهوس الحاصل للشباب كله، الشباب لا في اجيال مختلفه، ملهاش علاقه كمان بفكره الدرجات. يعني ممكن واحد يكون جايب درجات عاليه جدا وجايب جيد جدا وامتياز، لكن واحد جاب مقبول بالعافيه بس هو متميز وموهوب اكتر جدا جدا، وده حقيقي جدا. والجميل في الموضوع انه بادي من ابتدائي. انا شايف انه هنا لانه بنشوف ولاد في السن الصغير ده بيبتدوا يتعلموا حاجات، تولز للتكنولوجي، وتولز لحاجات ليها دعوه بالذكاء الصناعي، ليها دعوه بنسميها الديجيتال ارت او يعني الفن الالكتروني، يعني بالظبط، وحاجات ليها دعوه بالسايبر سيكيورتي، وحاجات ليها دعوه بالامبيدد سيستم. يعني دي البارتيشن او الاجزاء او السيكتورز اللي موجوده في المبادره بمختلف مراحلها. فدي حاجة لطيفة جدا انها تبدأ من وقت صغير. وكمان اللي احنا عايزينه بقى الفترة الجاية، وهو ده موجود بطريقة بأخرى، انه بربط الولاد دول بسوق العمل، وانه يبقى ده ليه دعوة بالاوتسورسينج. يعني ده طبعا احنا، وطبعا في رعاة من شركات عالمية كبيرة جدا موجودة في المبادرة بمختلف مراحلها، فده برضو شيء كويس ولطيف. يعني هو بيتطلب ان المراحل تبقى متسلسلة، يعني البراعم مثلا بعد كده انا هكمل في الاشبال لغاية لما اوصل للخريجين، ولا عادي ممكن حد دلوقتي بقى شاطر نفسه قوي يدخل المبادرة ممكن ادخل من بعد ما اخلص الجامعة؟ لا لا لا، هي مش مرتبطة. وعلى فكرة هم جم يعني مش بالسيكونس ده، يعني زي ما قلت هي بدت ببناة مصر رقمية. قصدي دلوقتي بعد ما دلوقتي بقت موجودين كلهم، يعني انا مثلا خليني نبدا مثلا من الشباب الخارجين. الرواد دلوقتي دوف سبعة اللي جاي يقدروا يقدموا، اي حد خريج جامعه لغايه 35 سنه. وانا رايي ان المفروض تتفتح، مفيش حاجه اسمها سن، يعني انت ده حد قاعد ورا كمبيوتر، هو اهم حاجه يبقى عنده سكيل. صحيح. فهو خريج، انا رايي ان دي لازم مهم جدا الفتره الجايه ان تبقى لاي سن. المهم مبدع، المهم ويمكن ناس كتير تستفيد منه، هو الخريج النهارده من المبادره دي هيتعلم ايه؟
هي اربع مراحل. في جزء ليه دعوه بالاي اي بالذكاء الصناعي، في جزء امبيدد سيستم ده حاجه تكنولوجيه ليها دعوه بالروبوتس والميكاترونكس وكذا، في سايبر سيكيورتي، وفي كمبيوتر ارتس او اللي هو فنون الكمبيوتر، وفي بيزنس على فكره، وفي جنب ده كوميونيكيشن سكيلز سوفت سكيلز بياخدوها الولاد يعني في مراحل مختلفه، خصوصا في مراحل اللي هو الرواد اللي هم المراحل ما بعد الجامعه. دول بيبقوا، لان انا مهم عندي ان انا الحد ده يبقى مؤهل، الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته كويسه وتمام، وفي انجليش كمان، في انجليش لانه برضو ده مهم جدا انه الحد ده يبقى بيتكلم لغه كويس يعني. فده التولز كلها اللي موجوده جوه ال من الاشبال او الاجيال الجديده يا براعم، اشبال رواد يعني وبنات مصر رقميه للمتخصصين يعني، عشان نبقى بس كل المراحل بتاعتها بس المهم يبقى هي ديجيتال ايجيبت جنريشن، يبقى عندي من كل حاجه حاجه يعني. نعم. اخد من كل حاجه حاجه يعني، انا مثلا لا لازم ابقى بيتخصص مطلع لا 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 ده تخصص، حد بيبقى عندي فكرة. حد بيبقى في الاي اي، حد بيبقى سايبر سيكيورتي، حد بيبقى امبيدد سيستم، حد كده يعني. من البدايه المفروض ان انا ببقى ودي وفي اختبارات، في اختبارات يعني خصوصا البراعم دلوقتي دول ابتدائي، فهم بيمشوا الثلاث سنين دول دي باي ديفولت، اللي بعد كده الخمس سنين اللي بعد كده اللي هو من اولى اعدادي لكذا دول بختبره بقى، بشوف هو ممكن، لا انا ممكن ينط بقى يتخصص في ايه، لا وممكن ينط مش لازم يبدا من الخمس سنين، الخمس سنين ممكن يبقى هو الليفل بتاعه او هو حد اوريدي مشتغل مع نفسه فانا بقيمه. طب ما ده حلو يعني، ممكن اوفر الخمس سنين والاقي نفسي خدتهم في ثلاثه بس مثلا، مثلا في اثنين بس. وده كويس جدا، وكمان ده انا بقول ده اهميته الفتره الجايه انه يتربط بسوق العمل بطريقه اكتر، وانه الموضوع ده يكبر اكتر. وعلى فكره في اقبال عليه، في اقبال كبير جدا، وانا رايي انه الارقام اللي موجوده ما تمثلش الواقع اللي انا اقدر اعمله كدوله وكرغبه عند الشباب الصغير. انا عايز اسال حضرتك، يمكن الرئيس كان بيتكلم على كمان العائد المادي اللي بيجي من وراء ان انا اتعلم الامور دي كلها، خاصه فكره الذكاء الاصطناعي. هل فعلا اللي بيتعلم الامور دي كلها ويبدع فيها فعلا العائد المادي عائد كويس ومحترم؟ بقول لهم يلا يا شباب تعالوا احنا احسن من تيك توك. ده في سستينابيلتي، في استدامه يا جماعه يعني. انا قاعد كنت بتفرج على الفقره اللي فاتت، وانا فعلا هو تحليل حقيقي وكذا، دلوقتي الشباب عايز يلا بينا يلا بسرعه، سريع. ما هو سريع بس سريع. ده زي ما بنقول الشهب، الحاجه اللي بتنور بسرعه وتنزل بسرعه. ما هو سريع وممكن، وعلى فكره زي ما قالت استاذه مارلين صح كده. انه لا ده يعني صعب جدا، ما هيش حاجه سهله عشان حد يوصل له. وعلى فكره اللي بيوصلوا دول من يعني، انت لو بصيتي مثلا، انا في رايي انه لو عملنا تحليل رقمي كل 1000 بيبقوا منهم 10 بس في القطاع بتاعنا، لا ده انت بتتعلم حاجه تكنولوجي حقيقي، تكنولوجي قوي بتقدر تعمل فيه استدامه، استقرار وثبات في الشغل صح، وعائد مادي بس، وعائد لما مادي ما يقلش عن 3000 دولار مانسي، ما يقلش وما يقللش منك خالص. بالعكس. بالظبط. معلش عيد الناس بتحب تسمع الحاجات اللي عارف، ما بقول لك اهو، اما 3000 دولار مينيمم ده على فكره ممكن نوصل ل 15000 دولار على فكره، ممكن حد ياخد 15 و25000 دولار في الشهر، وده رقم مش كبير على فكره. بس انت حضرتك بتتكلمني، ممكن يبقى شاب عنده 25 26 سنه، ده ممكن يبقى مش 25 يا فندم، ده ممكن يبقى 15 وممكن يبقى 12. 3000 دولار يا فندم يعني، وده ده 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 لو هو حوالي مثلا 150000 جنيه في الشهر. طب ازاي يعني؟ ممكن انا النهارده شايف ابني انه لو اتعلم حاجه زي دي ودخل المجال ده، لا ده هيبقى له مستقبل. هو ابتدي اتحصل على ده ازاي واحس بيه؟ اولا يخش يسجل في المبادره، يخش يسجل في مراحلها المختلفه. وانا بقولها اهو، ديجيتال ايجيبت جنريشن دوت جوف دوت اي جي، تمام. ده يقدر يخش، ده لينك التسجيل، ده لينك بتاع المبادره بتاع اجيال مصر الرقميه كلها. طب في بديل مثلا مؤسسات خاصه بتعمل ده؟ طبعا احنا كقطاع تكنولوجي احنا بنعمل ده. على فكره احنا بنساعد الدوله في ده يعني، مع احترامي الشديد الدوله ما تقدرش تعمل ده لوحدها،
خالص، لانه زي اشبهها تشبيه بسيط جدا، زي ما انت في وقت من الاوقات بيبقى عندك مثلا مشروعات قوميه انت بتعملها من خلال شركات زي ما حصل في المقاولات وكذا، فنفس طبعًا الكلام طبعًا يعني طبعًا. فده ده شيء طبيعي يعني. انا اقصد يعني اللي ما يطولش المبادره او حصلت اي مشكله، هو المبادره هي تشانل، وانا رايي ان المبادره دي لازم هي تبقى الوعاء. يعني بص بص يا فندم، احنا مشكلتنا اسحاق في مصر حاجه، ان احنا في سكاترد ايفورت، مجهودات ضايعه متناثره، كل حد بص انت بتقوم الصبح بتفكر فكره فتبتدي تقول يلا بينا، مفيش كده، في حاجه اسمها رولز وحاجات، واحد حاجه بتسلم حاجه بتسلم حاجه تخلي ده يبقى منور، وهو دي ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بكلم فيه الشباب من خلالكم، اللي هو السستينابيليتي، الاستدامه، ازاي يبقى انا انت بتخش في حاجه فيها استدامه، وعلى فكره حاجه مربحه اكتر على فكره يعني بكتير. ده السوشيال ميديا والتيك توك ده حاجة تانية حاجة صغيرة جدا. يعني أنا ممكن أقل حاجة أكسب 3000 دولار، مش أقل حاجة يعني، بس ممكن أكسب 3000 دولار. على فكرة الموضوع مش، وبقول لك في سن ممكن يبقى 10 و12. طب ماشي، الحاجة التانية هل ممكن أشتغل وأنا في البيت؟ طبعا، ما هي اساس القصه، هو القصه انت راجل بتعمل سيرفيس، يعني انا مثلا عايز اعمل حاجه فانت بتعمل لي حاجه، يعني مثلا انا لو هبسطها، يعني لو بصنع موبايل فواحد بيعمل الجراب، واحد بيعمل الزرار، واحد بيعمل الشاشه، واحد، فانا بس ببسط عشان كل الساده المشاهدين يعني، فهو كل حد بيعمل حاجه صغيره، وبالتالي انت بتدي له تاسك، بس هو بقى متخصص في التاسك الصغير ده، وعلى فكرة ده بيخليه أشطر. يعني هو حد متخصص في حاجة صغيرة كده، فبيعمل مثلا 1000 حاجة من الحاجة دي، وبياخد عليها على حسب بقى الحاجة، ما هو التفاوت بقى، هو بيعمل حاجة ليها دعوة بالاي اي، هو حاجة بيعمل امبيدد سيستم، هو بيعمل سايبر سيكيورتي، هو بيعمل انهي حاجة في دول، كل حاجة ليها سعر. مين كل دول يعني؟ بس كل حد بيبقى شاطر في حاجة يا هبة، يعني كل حد عنده على فكرة، ودي نقطة لازم برضو نقولها للأسر المصرية. يا جماعة ما فيش حد، مش هي يعني، في احنا بنشوف محمد صلاح ايكون، بنشوف حد ممكن يبقى شاطر في الرسم، ممكن حد شاطر في التكنولوجي، ممكن حد شاطر في، المهم يبقى شاطر نفس المهنة بس شغال في، يعني انا عايز ابسطها للناس، يعني مثلا احنا نقول النجار، لكن النجار ده في نجار باب وشباك بس يقول لك انا شغال باب وشباك بس مثلاً يعني مثلاً، وفي احد مش عارف ايه، فهي كده يعني. وجميل الباب والشباك، هو بيطلع كام باب وشباك، هو القيمه كتير حتته اللي هو شاطر فيها، متخصص القيمه في ان انا بعمل قد ايه، وانا شاطر في قد ايه وبعمل ده تاني. احنا عايزين نوصل، احنا عايزين شبابنا يبقوا بيشتغلوا في حاجه، يخش حاجه اولا نكتشف مهارته، ودي نقطة مهمة جدا جدا، اكتشف مهارته فين، واخد المهارة دي وابتدي اشتغل عليها، اخش مجال واكمل فيه. احنا بنشوف الشباب دلوقتي بيبقى ساعات فرحان يقول لك انا عملت كذا وكذا وكذا، لا دي حاجة وحشة، مش حاجة حلوة، انا اخش حتة وابتدي اتدرج فيها وابقى بروفيشنال فيها، عشان الناس فاكرة ان السي في بكتر الحاجات اللي بتتكتب فيها، لكن ايه الحتة اللي انا شاطر فيها. احنا كتير بنتقابل مع شباب بشوانس حتى هنا في البرنامج صغير، يعني سن زي ما حضرتك بتقول ال 13 وال 15، بيبقوا دخلوا مثلا مبادرة او عن طريق برضو شركات وشركاء للدولة في القطاع الخاص، ونجحوا لقيهم سافروا بره، اشتركوا في مسابقات حاجات تخص الاي اي والروبوت، وخدوا يعني يمكن جوائز وحققوا ارقام. فاقصد ان الموضوع لو الناس ده اوريدي حصل، بنات مصر الرقميه، في ناس خدت دبلومه في اوتاوا في وفي في كندا، وفي في كذا، على فكره ده حصل. وخلي بالك هو الفاليو تاني، احنا انا قلت حاجه من فتره يعني، وده يعني قلت ان مصر قوتها في ان انا عندي 60 مليون شاب، فلو قلنا 1 مليون منهم انا هاخدهم كطاقه بشريه، الطاقه البشريه دي قادره على احداث الفارق، هي الطاقه دي اللي هتعمل الفرق في مصر. المليون دول لو قلنا بالمينيمم 3000 دولار، فمليون في 3000 دولار في 12 شهر ده رقم داخل للدوله المصريه ثابت، ما هوش فيه مدخلات انتاج. يعني انا بقول انا هصدر ب 100 مليار بس فيهم كام مدخلات انتاج؟ بكام؟ نصهم، خلينا نقول نصهم مثلا، لكن لا ده بتاعي كله. فيا جماعه مهم جدا نهتم، وانا شايف المرحله اللي جايه هو اهتمام بالبشر، باهتمام بالكواليتي، ده مهم جدا 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 يعني. طبعا طبعا يعني ده احنا يعني انا بشوف ان الهند نموذج كبير جدا للامر ده،
النهاردة الشباب بتوع الهند بقى لهم كام سنة موجودين في كل مكان في بيدخلوا للدولة قد إيه؟ ناتج من ناتج بيساهموا قد إيه في الناتج القومي للدولة؟ هو ده الفاليو. بدون ما بيستخدم ولا مواد خام ولا قصة ولا حكاية ولا أي حاجة خالص. يعني مثلا التيك توك ده موجود في الصين، أنت عارف الصين قافلة التيك توك؟ عندهم حاجة اسمها ليمون إيت عشان ده هارمفول. يعني هو عامل ده، أنا بس بقى عشان بس شبابنا يفهم، عشان يبقى شبابنا فاهم، هو عامل ده وشركه جوه وهي قافله ده في الصين. في الصين. وعايز اقول لكم حاجه، في الدول المتقدمه، وده بندعو الاباء ومن غير ما، وده ممكن يبقى حافز، الولد لازم في سن معين يعمل حاجه اسمها فيوينج، يشوف بس، ويشوف مثلا وليكن ساعه ساعتين في اليوم، ساعه، انا رايي ان ساعه كفايه قوي، ما يبقاش الموبايل ده كمان بتاعه اللي عليه سوشيال. يا جماعه ده حاجه مهمه جدا، محدش بقى بيسيطر دلوقتي يعني. لا لا، في بالعكس، بكله بالبصي الجيل الجديد عايزك بصي، يعني انت تتكلمي معاه واديله حوافز يعني، واشغليه في حاجه تانية وكذا. لو احنا عايزين الشباب يهتموا بالتكنولوجي، بس يهتموا بالتكنولوجي المفيده. أيوة هو ده، لما بيبتدوا بدري يا باشمهندس. يعني في مثلا هنا اسره وهنا اسره، هنا الاقي اشتكي من ان ولادي طول النهار على السوشيال ميديا ولا على التيك توك بيتفرج بس، هو ما بيعملش حاجه. بالزبط. واسره تانية اهتمت انها تاخده وتوديه مبادره وياخد كورس ويتعلم حاجه وبقى في حته تانية، طب انا ليه ابني مش زيه؟ فهنا راجع، انا رايي ان الطفل صلصال يا هبه، الطفل صلصال من اول، هو تربيه. معلش انا يعني مع احترامي، انا رايي ان هو القصه طفل صلصال. وانا ساعات احنا بننشغل ان احنا نبقى جنريتور للفلوس وبنسيب التربيه، لا، الطفل محتاج مني وقت، انا بس مش عايز اتكلم يعني، الطفل محتاج مني وقت ومحتاج مني ان انا كير عليه، وهو صلصال زي ما انا بعوده على يطلع حاجات معينه يطلع. مش شرط ابقى خريج كليه معينه، بقى خريج كليه اداب، خريج كليه تجاره، خريج كليه حقوق، مش فارق في القصه، صح كده ولا رواد مصر الرقميه. احنا خلي بالك في ثلاث جزئين مرتبطين باللي هو البراعم دي، اوريدي رابعه ابتدائي وخمسه وسته، ده اوريدي لازم بقى جوه التعليم. والثانيه الاشبال دي من اولى اعدادي لتانية ثانوي. الرواد بقى هم خارجين الجامعة، أي حد، وزي ما بقول لحضرتك خريج جامعة لغاية 35 سنة، وإحنا بنقول لأ، ده لازم تبقى أوبن السن بتاعها مفتوح. صحيح. فهو دي أي حد بيخش بيسجل، وأنا شايف إن هي دي، أنا شايف إن الرواد دي هي يعني المهمة جدا، اللي هي هتاخد الولاد دول تحطهم في سوق العمل بطريقة منضبطة يعني. اعتقد فكرة التخصص اللي كانت زمان لازم ابقى خريج زي هندسة عشان اشتغل في ده، لازم ابقى خريج حاجة معينة، لكن دلوقتي السوق بقى مفتوح للأشطر في الحتة دي. بالظبط. انا بقول لك في دكاترة بتلاقيهم مع احترامي ساب الطب وبيتخصص، او بلاش، ليه يسيب الطب؟ هو ممكن يبقى دكتور شاطر ويستخدمه في القطاع الطبي. التكنولوجيا يا جماعه تول، وسيله. فلازم كلنا على فكره نبقى عندنا قدر معين يخدم شغلنا في التكنولوجيا. جميله الفكره دي، دي نقطة فكره مهمة. كل قطاع لو استخدم ده في القطاع بتاعه هيعمل يعني طفره في ده. طبعا مش لازم اعمل شيفت كارير يعني، مفيش حاجه. لا وليه؟ ما انا زي ما بقول لك، احنا عايزين نرسخ فكره ان انا اخش حاجه اكمل فيها واكبر وابقى راجل بروفيشنال. يعني في حاجه اسمها الكوميوليشن اوف اكسبيرينس، اللي هو تراكم الخبرات. صحيح. دي نقطه مهمه جدا. من هنا بندعو شبابنا ان هو يحط ده في ذهنه، ان هو عارفه اللي هو من صغير، مثلا محمد صلاح كان، انا دايما بحب اضرب مثل بمحمد صلاح، انا بشوفه ايكون للشباب. طبعاً. هو شوفي قد ايه تعب، هو ما وصلش بسهوله. طبعاً. هو تعب وكان بيسافر من نجريج للمقاولين يوميا وكذا، وبيقعد يا جماعه ايزي كام ايزي جو، لازم نقول للشباب. أيوة. ما تبقاش تنبسط انك تعمل حاجه بسرعه. أيوة. على التيك توك وكذا، مش بعدين برضه عايزين ناكد على كلام حضرتك ان اللي هيدخل حتى يتعلم هيتعب. يعني انت هتدخل تتعلم كشاب ولا كهتعلم ولا ابنك هيدخل يتعلم، هو هيتعب عشان يبقى كويس. يعني مش هيدخل شهرين فبعدين هيقول لهم في 3000 دولار دلوقتي. هم بيبقوا حابين، الشباب الصغير بيبقى داخل بيلعب لعبه هو بيحبها. على فكره التكنولوجي، ودي الفاليو بتاع التكنولوجي. التكنولوجي هي حاجه الشباب الصغير حاببها. صحيح. فهم بيبقوا حابين، فلا الموضوع مش بايخ يعني. فالموضوع لطيف والشباب بيحبه وهيجيب فلوس. يعني اعتقد. طيب. هو بيبتدي ببروجكت مثلا في مدرسه، دخل في مسابقه. بالزبط. في جامعه استخدم التكنولوجي دي في مشروع تخرج، فعمل حاجه فلقى
الفاليو زي ما حضرتك بتقول، فابتدى يشتغل. طب انا ليه ما ادخلش المجال ده؟ لو حضرتك هتدي بقى يعني روشتة كده والنصيحة، عايز احط رجلي على اول الطريق، عايز احقق المكاسب اللي انتوا بتكلموني عليها، انا يعني سعيد ان انا هعمل حاجة هتجيب لي انكم كده وفي نفس الوقت ليها قيمة، ابتدي ازاي وامشي الخطوات ازاي؟ اهم حاجة يبقى ابني حابب ده. يعني انا مش بدعو كل الشباب انهم يخشوا الحاجة، احنا عايزين اللي حابين يا جماعة. دي نقطة مهمة جدا. اول حاجة ان انا اشوف ابني هل هو حابب ده، مهتم بده ولا لا. اول حاجة يبقى حابب، فهو حابب ابتدي اشجعه وابتدي اتابعه. وبعد كده خلي بالكوا الشباب في السن المراهقة ده يبقى عايز يحقق ذاته. صحيح. جزء من تحقيق ذاته انه يعمل حاجة زي كده، بس برضه يبقى ايه حاببها. طيب فبالتالي لا بقى عندنا الانكيوبيتر، عندنا الوعاء اللي اقدر من خلاله اتدرج واتدرج. على فكره هو بنتكلم الرابعه ابتدائي، وعلى فكره الحد اللي هيبقى سوبر واو يعني قطاع خاص احنا مش هنسيبه، هيتبناه، احنا مش هنسيبه. لان هو في الاخر اد فاليو، يعني صحيح. هو اد فاليو في الاخر، والحاجه دي احنا مش محتاجين نسوق لها، لان هي اهم حاجه موجوده في العالم هو التكنولوجي، وهي تول لكل حاجه. اكيد مشكورة جدا يا باشمهندس، يعني نورتنا واكيد نورت قدام ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي طريق ممكن يبقى هو ده المستقبل ليهم والاولاد. انا بنبسط ان انا ببقى معاكم دايما يعني. نورتنا مهندس روماني رزق، استشاري الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والحوكمه، وصباح الفل على حضرتك. صباح الفل. صباح الفل. وبنشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده، ان شاء الله نشوفكم بكره وحلقه جديده، وصباح النور، يومكم جميل.